يعني ما يمكنش تفصل يعني سبت على كالسياق. 445 طاكسي كاينه اللي متوقفه، كاملين عايشين من هذا المعبر هذا. ما تهزو ما تعيش، ضروري خاص الامور ترجع للطبيعه ديالها. مدينه الفنيدق كترحب بالجاليه المغربيه المقيمه بالديار الاسبانيه ومقيمه بالخارج. والدخول ديالهم من البلاد ان شاء الله نتمنوا يكونوا حتى هما في اوج العطاء، يكونوا كما كنقولوا جمعوا شي فليسات ويدخلوا البلاد وحتى هما يحركوا، ماشي غير الطاكسي، حركوا جميع القطاعات. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. احنا كان هاد المناسبه هذه يعني فرحتنا بزاف، يعني هذه عامين ونص هما شادين علينا هذا المعبر اللي كنا عايشين منه، يعني ما يمكنش تفصل يعني سبت على كالسياخ. حنا يعني فحال عائله واحده، واصلا مزوجين من سبتاو، مزوجين من المغرب والمغرب مزوج بسبتاو، وعلاقه وطيده بيناتنا، وجاو وفصلوها يعني شدوا علينا هذا المعبر وحنا عايشين منه. هذه عامين وحنا كنعانيو، يعني الاقتصاد ديالنا طاح والمعيشه ديالنا طاحت. دابا الحمد لله هذه المناسبه يعني فرحتنا، وكنشكروا يعني كنشكروا الحكومه ديال الملك حسن الثاني محمد السادس وهذه الحكومه الاسبانيه اللي تفاهموا بعض مع بعضيتهم، هذه الوزاره الخارجيه اللي تفاهموا مع بعضيتهم وحلوا لنا هذا المعبر اللي حنا عانينا يعني هذه معامل حنا كنعانيو. والحمد لله يعني كان لاحظنا يعني بعض كاينين الناس اللي كيخرجوا الحمد لله وعاد تنتعش الامور، ولكن كنتمنوا من الله يعني حتى التهريب المعيشي يرجع شويه، ما يبقاش يعني قال لك عملوا يعني قطيع مع التهريب المعيشي. الا عملتوا القطيع مع التهريب المعيشي راه ما يمكنش يعني الناس السبته غادي يخرجوا للمغرب وما غيسخروش ما تخليهمش يدخلوا السخرة ما يخرجوش. وكذلك المغاربه ديالنا الا دخلوا السبته يعني يسخروا ويسوقوا وخرجوا خاوي ما يعاودوش يدخلوا. ولكن كيقولوا بان السبتاوا الرئيس السبته قال لهم يعني الا ما خرج المغاربه ما خلاوش نيون دانوني، الا ما خرجوش يعني الديوان ديال المغرب خرج حتى شي حاجه للمغرب تدخل، حتى حنا ما غندخلوا حتى نيون طوماطي، حتى شي طوماطيشة ما غندخلوش السبته. وديك الساعه يعني ما يبقى يدخل حتى واحد ما يخرج حتى واحد، شكون غيدخل؟ حنا يعني كمهنيين وكقطاع يعني الطاكسي يعني 450 طاكسي ما تهزو ما تعيش، ضروري خاص الامور ترجع للطبيعه ديالها. يعني امور ترجع للطبيعه ديالها، بغينا باش نعيشوا حنا خاص الامور ترجع للطبيعه، يعني شي داخل شي خارج، ديك العشوائيه ما عندنا ما نديروا بها، وديك الامور اللي يعني مسخه هاد الدنيا الحمد لله تنقت. نتمنوا من الله يعني الامور ترجع شويه تدريجيا للطبيعه ديالها وصافي. فرحانين، والدليل على ذلك ان هذا النزول ديالهم هاد الليله هنا دليل على انهم شغوفين للرجوع الى العمل كيف كان في السابق. غير هو كاين واحد التفاؤل اللي هو فيه شويه بان العمل ما غيكونش كيف كان، نظرا اللي يعني نقصت كما كنقولوا حنا التهريب المعيشي اللي كان كما كنقول كيجلب العدد كبير ديال الزبناء. وهذه بالنسبه لنا كنهضروا بالنسبه لنا الطاكسي، انما كنتفائلوا انما كان يعني المهنيين يعني كما كنقولوا حنا هذا فتح المعبر غادي يرجع شويه الثقه في النفس، لانهم ينشطوا شويه كاين شويه غادي يوقع شويه الحركه، وهذه واخا ما تكونش كما هي. تقريبا الطاكسيات كاين، لا العدد الطاكسي كاين كبير، العدد بزاف كاين 445 طاكسي، كاين اللي متوقفه كاملين عايشين من هذا المعبر هذا. راه هذا الفتح ديال المعبر اصلا غادي يخفف على المدينه، لان النهار اللي كانت الجائحه وتغلق المعبر راه الطاكسي كله نزل من وسط المدينه، والمدينه صغيره جميع الابواب مغلقه، يعني وقع واحد يعني اكتظاظ ديال الطاكسي، حتى انه كنا في بعض الايام اللي ما كانش كما كنقولوا حنا الاستفتاحه، كان السائق ربما حتى نهار ولا يومين ما كيستفتحش، ما كاينش يعني ما كيدخل التريال. الجاليه المغربيه في واحد الوقت كانت كدوز من هنا معبر سبته، باش نكونوا واقعيين، حنا المهنيين حنا اللي كنعرفوا هذا الشيء. هذا ملي كانوا يعني عمليه مرحبا كانت من هنا معبر سبته خصيصا، ومليليا كان العمل كان جيد، الطاكسي كان كيخدم بواحد الشكل اللي هو قوي يعني، ولكن
العمليه مرحبا الاخيره شكلت علينا حنايا، هرستنا واحد تقريبا واحد 70% ديال العمل ديالنا. مدينه الفنيدق كترحب بالجاليه المغربيه المقيمه بالديار الاسبانيه وبقيمه بالخارج. فرحان باقي خارج من باب الديوانه كنشوفوا الفرحه في وجهه صراحه الله، حنا فرحانين بهم كنستقبلوهم حتى المهنيين عندهم العائلات ديالهم. واولا كنعزي الاسر اللي ما شافوش الاجداد ديالهم، كاين اللي مات هنايا كاين اللي مات لهنا. الاغلاق اللي كنعزي باسمي وباسم ساكنه مدينه الفنيدق الاسر اللي كانت وفات، اللهم اغفر لهم وارحمهم. الجاليه المغربيه كنتمناو لهم ان شاء الله يعني السفر يكون ان شاء الله مبارك، هذا الاول كنتمناو الخير للجميع، والدخول ديالهم للبلاد ان شاء الله نتمناو يكونوا حتى هما في اوج العطاء، يكونوا كما كنقولوا جمعوا شي فليسات ويدخلوا البلاد وحتى هما يحركوا ماشي غير الطاكسي، يحركوا جميع القطاعات. وكنتمناو غير الخير ان شاء الله، حنا بغينا لبلادنا كنتمناو الخير للبلاد، هذا هو ملي كنكونوا كنهضروا كنشكيو او كنطالبوا فهادشي كامل غير على بلادنا. فإلا ما كنتيش كتشكي وما كنتيش كطالب إذا أنت ماشي مواطن. فإلا كنتي كتشكي وكطالب هذا كيعني بأنك فيك واحد الحس وطني، وكنتمناو غير الخير لبلادنا إن شاء الله، هذا هو المطلوب ديالنا. وكنشكروا القناة ديالكم على الانتباه ديالها وعلى الاهتمام. شكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.